يا رب، يا رب يا رب ايه بس اللي بيحصل لي ده امي وكمان اخويا طب اكلم مين تاني في الحكومه كده ما قدامكيش غير سياده الرئيس رئيس ايه يا غبي انت هو الرئيس فاضي للكلام ده يوه هو وراه غيرني انا فوق ربنا يرجعك بالسلامه يا مجد يا ابني ادعي لماما كمان والنبي يا عمتي ربنا يقرب البعيد الو <applause> ايوه يا هاني عرفت حاجه يا زهر هانم أنا عارف إن الموضوع خطير جدا خصوصا إن وزير الداخلية مسافر لكن ولا يهمك أنا هحاول أوصل لحلمي بيه علشان هو كمان يتصرف طبعا مع السلامة